ودلوقتي جينا الفقرة التانية في برنامجنا النهاردة. الصراحة هي حادثة بشعة، حادثة تحرش على كورنيش النيل. مجموعة من الشباب تحرشوا بفتاة ورسلوا عليها جامد جدا، لكن الأقدار سقط لها. أحد رجال الأمن كان دورية بتمر في المكان وشافتهم، ونزل الضابط قبض على الشباب وحرر محضر بالواقع عشان العدالة تاخد مجراها. وفريق الإعداد معانا النهاردة، كنتوا وعدتونا إن انتوا هتجيبولنا الفتاة اللي حصل معاها الحادثة دي، ويا ريت تكون معانا على الهوا. احنا أرسلنا فريق للبيت عندهم، البيت عندها، وهتكون معانا على الهوا بعد دقايق. أهلا بيك يا أنسة. أنا عارفاها يا حبيبتي، أنسة إيه بس يا بنتي، هو في حاجة بتفضل على حالها في الزمان ده؟ احنا اسفين يا حاج، والله واضح ان الموضوع اتنقلنا غلط. يعني احنا اسفين جدا يا حاج. حاج ايه؟ حاج ايه اللي نصبه منك يا اختي؟ ما تفوق نفسك. انا بقيت كمان 4 5 اتحرشوا بيا. حد متحرش بيك انت كبير تمشي في الشارع يا حاج؟ بس وراك. انا اسفه جدا، انا كنت زعلت حضرتك. يعني انا مش زعلان يا اختي، انا هزعل ليه؟ طيب حضرتك ممكن يعني تشرح لنا ايه اللي حصل مع حضرتك والموقف في العصيب في الحادثة البشعة اللي اتعرضت لها؟ بس يا اخي اللي حصل معايا، كنت جاي من على الكورنيش بعد العشاء ب5 6 ساعات كده، كنت جاي من عند بيت بنتي، وانا جايه لقيت 5 شباب ماشيين ورايا عاملين عطشوا فيا. ايه القمر ده؟ وايه الحلاوه ديت؟ وايه الطعامه ديت؟ وايه جميل؟ والحاجات اللي ما سمعتهاش بقالي سنين فاتت يا اختي والنبي. وبعدين جم قاعد عطشة فيا، فأنا وقفت قلت له قلت أشوفهم عايزين إيه الجماعة دول؟ ده ربنا كرمنا بعيش ولا حاجة. وقفت كده، أول ما وقفت بصولي واحد منهم قال لي يما بروح وأعمل طوله، معرفش ليه تقريبا اتخض من كمية وحلاوتي. واحد جني خبطته عربية فرمته، يلا ده سحيله بقى عريس وضاع وخلاص. اتفضل التلاتة لقيتهم بيجروا، رحت ماسكة فيهم قلت له تعالى تعالوا تروحوا تجيبوا أصحابكم وتقعدوا تحرشوا بيا وتعملوا تحرش جماعي بقى الكورنيش والحاجات دي. ده يا دي ده، هو انتوا مش عارفين انا مين؟ ده انا الثانية ولعة، ده انا كنت مولعاه، ده انا مسح بيكوا الكورنيش دلوقتي وقطعكوا. وبعدين سامي دي راجع اطلع الشنجة الحيوان بس من بقص، ايوه النبي بس من بقص، وقعد يقول لي كلام يخدش الحياة كده، كلام يكشف. معقولة؟ طب حضرتك عملت ايه؟ وبعدين انا عملت ايه؟ انا رجعت والنبي ساعة ما بس بقى طعم السنان وقع وظلمت الدنيا. وبعدين كانوا عاوزين كانوا عاوزين يجوا، رحت قالوا قعد عليهم او النبي حد يلاقي واحد اليومين دولت ويسيبه ومشي. وبعدين ببص لقيت الظابط جاي، قلت له الظابط اللي هي دول اتحيروا بيا، فراح واخدهم على القسم عمل لهم محضر. قلت له لا، انتوا ما تعملهمش محضر، ما تتجوزش واحد فيهم. ايوه هو ما ينفعش كده ان هو يعكسني في الشارع وانا يروح ياخدني من السجن، ولا هو يتجوزني. يعني مين فيهم بالظبط اللي يتجوزك، ولا هما التلاتة يتجوزك، ولا ايه بالظبط؟ اتجوزني؟ لا مش هتجوزني، هما التلاتة. انا اتجوز واحد وكل سنة اغير واحد فيهم، انا سيبهم لي، انا بقى اغير فيهم بقى انا براحتي. يبقى واحد بره واتنين في الدولاب، انا بقى اغير فيهم كده زي الفساتين. ما هو كده ما ينفعش يعني حضرتك. يعني هو ده احنا عاوزين العدل ياخد مجراه، هو ده مش عدل يعني. ايوه هو ده عدل ربنا، عشان هو غير الغلطة تعمله بيجاوب ويعاكسني، اعمل له ايه؟ هل انا فرصة وانا بيع كل يوم واحد يعاكسني يا اختي؟ ده ايه القلب ده؟ انت هتوجع ربنا ليه؟ انت يا اخي هتعمل زي الظابط يقول لها ما ينفعش يتجوزك، احنا نسجن الله يرحم. هو ارتكب جريمة ياخد عقابها، وعقاب الجريمة دي هو السجن. لا ما يتسجنش، يتسجن ليه؟ هو يجوزهوني. والراجل اللي كان مترشح ده وقال هنجوز البنات اللي كان اسمه علي موسى، كان اسمه مين دوت؟ لا ده ست الريس محمد مرسي. ايوه هو بتاع محمد مرسي دوت. اي هنرشح البنات، هنجوز البنات وانتخبناه وقعدنا نصوت وعلي اديني صوت، قعدت اصوت طول النهار وهو اترشح وقعد يجوز البنات ولا نيل ولا عبار، ما اروح قاعد اترفضه وكده، وقاعد يتخانق مع المحكمة وبتاع النائب والحاجات دي. ما كان جوزنا يا اخي، وبعدين جاب لنا واحد دلوقتي عمال يفتح لنا قنوات. لا هو اللي جه هو ما جابوش، هو الشعب اللي جابه اسمه السيسي. بيفتح لنا ايش قناة السويس، وايش يعمل مشاريع، وايش يعمل بتاع، وسايبنا احنا قاعدين جنب حيطة ما يجوزونا. وحضرتك لسه ما جوزتيش لغاية دلوقتي يا ناس يعني، ولا ايه؟
ايوه لازم نتجوز، انا قاعد عنيسه لغايه دلوقتي. طب لما انت متجوزيش ازاي؟ كنت جاي عندي بنت بنتك يعني. جاي ما عندي بنت بنتي ازاي يعني؟ جاي في الاتوبيس، جاي ازاي يعني؟ لا هو مش المشكلة جاية في ايه، المشكلة يعني ازاي بقى عندك بنت اصلا؟ انت يعني ازاي عندك بنت؟ مين ابوها؟ ايوه كنت مريح اب، كنت متجوزه، انا كنت متجوزه ابو مصطفى. اه يعني انت دلوقتي ام مصطفى، عندك مصطفى برضه ما شاء الله. لا انا ما عنديش مصطفى، هو مصطفى ده ابن الست ام مصطفى يعني ناشط الشايع، هو كان جوزها وانا كنت متجوزها الفي، وبعدين طلقها يعني الله يستنحى. قصدك لما حسن مبارك اتنحى؟ لا حسن مبارك مين؟ ما جمال عبد الناصر يتنحى يا اختي. انت من غير عرسان من ايام جمال عبد الناصر؟ أيوة والنبي قاعد من ساعتها من غير عيشان، قاعد مستنية يشوفونا عنيفة، يشوفونا حالة في المشكلة دي، مش لاقي أنا حد خالص يتجوزني، وده وصلت دلوقتي بقى عندي بتاع 35 سنة. 35 سنة، مش شايف ان هما شوية يعني؟ ده انت بتقول من ايام جمال عبد الناصر. أيوة ما كملتش 35 كمان، أنا هكدب عليكم ولا إيه؟ أقوم أجيب لك البطاقة؟ لا ما تجيبيش، ما تجيبيش البطاقة لحاجة، مش مشكلة يعني. مصدقينك؟ أو يعني أجيب لك البطاقة يعني لو مش مصدقاني يعني؟ ما هو كده يعني صدقني ولا ما تصدقنيش؟ أو النبي يا أخي هو مش عارف، أنا مش عارف أقول لك 28، كان ليا 35 ماشي، هتنفع برضه ده حد ولا ده حد يسأل فين؟ يعني انت طول الفترة دي خالص ما جاتليش عرسان خالص يعني؟ وأنا كان بيجيلي عيشان بس أنا اللي مكنتش بايظة. كان زمان الخربة، دلوقتي ربنا خلاني الفيسبوك الواحد يحط صورة عليه، صورة واحدة مايسة كده، تلاقي كل شوية واحد عمال يقول لها عاوز أتعرف فيك، وأتكلمه كلمتين يقول لها عاوز أتجوزك، بس المشكلة بقى بيجوا في الآخر وبيطلعوا. يعني انت جايلك عرسان من على الفيسبوك يعني؟ طب ليه ما أول تجوزش عزيز حد كان فيه؟ قبلته على الأركوب يقش النيل، نط في المية قعدوا أسبوع يدوروا عليه، وبعد كده ما سألتش ما عرفش طلعوه، ولا إن شاء الله معاني طلع. بعد كده بقيت استناهم بقى نص الشارع، هو بيني في الشارع يجي يشوفني يجري، تخبطوا على عربية يفرموا أتوبيس ياكلوا كرماية هو بنصيبه، وقعدوا نجحوا وقعدوا من ساعتها مش لاقي عشان. بعد التجربة المريرة دي تقدري تقولي ايه للبنات يعني عشان ما تحطوش في الموقف دوت؟ ولا طب بص انا بقول لك، اللي بنت تخلي بالها من نفسها، عزيزك على الفيسبوك ياما مش هتجوزي، انت تاخدي بعضك وتطلع على الكورنيش وانت جاي من ناحيه كوبري قصينيه على الناحيه دي، ما تطلعيش فوق، خليك على الناحيه دي كده، دوليات شلطه كتير وبيبقى في شباب زي العسل، نعمل الواحد فيهم يتاكل اكل، الواحد تلفه في سندوتش وتقعد تاكل فيه اكل كده اهو، وبعدين تلبسي حاجه محزقه كده وحاجه مايسه وتمشي تتمايسي في الشارع، هيعكسوكي تيجي الدوليه يروحوا واخدينها مودينها مع الاسم، يشحنوا امه وجوزهولك، هتقعدي تستني على الفيسبوك لو انت متجوزه ولا انت بتاع، هيبقى عندك يعني زي كده توصلي ل 25 سنه وما تتجوزيش. ايوه 25، هو اللي هيتكلم اللي هيتكلم فيك وراحوا لهم 25 سنه، ما زادوش عن 25 سنه. انا اصغر من بنتي، انا كنت بروح مع بنتي المدرسه. اه تقعدي تقولي لي مش 25؟ ما حدش قالك بس 25، انت اللي كنت بتقول عندك 35. ايوه انا اللي قلت 38 ولا انت قلت ولا مين اللي قال؟ بصي هما 35 ماشية، 35 ده آخر كلام، ومفيش فصال بقى، اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يروح يجيبه بره. طبعا متشكرين قوي يا لسه ثانية ولا ما زلت ثانية، ومتشكرين لحضرتك. ايه يا جماعة اللي انتوا جبتوه لنا ده؟ انتوا قاعدين لنا انسة وجايبين لنا دي ست تعاكس دي، ولا ايه اللي انتوا جايبينه ده بالظبط؟ هنطلع نضحك على الناس؟ فين فريق الإعداد؟ مين المسؤول عن الكارثة دي؟ شوفوا لنا ظابط الشرطة اللي انتوا جايبينه كمان، ولا تشوفوا طبعا مش هيطلع ظابط ولا حكايتكم. انا مش عارف انتوا جايبين لنا فريق إعداد النهاردة منين بالظبط. احنا معانا دلوقتي ظابط الشرطة اللي حرر محضر الواقعة واللي حضر الواقعة من أولها، ونتمنى ان يكون هو مكنش فريق الإعداد محضر لنا مقلب جديد. حضرتك ظابط الشرطة اتفضل معانا يا فندم، احكي لنا ايه اللي حصل يعني، حضرتك شفت ايه؟ أهلا بحضرتك يا فندم، معاك ريكس أهل بيس بريد الفرق، حصل حضرتك واحنا قاعدين مع الكورنيش في الوردية، لقينا سيادتك الست ديت ماسكة تلات شباب ومعلومة نهار تبرد فوقيهم وعمالة كل واحد بص، العيال كانت بتستغيث، وقفنا عشان كانت بين إيديها بالعافية بعد ما ناس اللي عندهم شهامة وقفوا زعلونا. ايدينا ان احنا نخلصهم من ايديها سيادتك، وكل ما واحد يجي يشيلها من فوقيهم تمسك في واحد تاني وتقول بيعاكس، خدناها سيادتك وخدناهم واحنا حررنا واحدة بالواقع في الاسم.
كانت مصممة إنها تتجوز أي واحد فيهم وكانت عاوزانا ناخدهم ونلبسهم كلاتشات ونحط أبنها في الدولاب. معقولة؟ عايزك تحط ابنها في الدولاب سيادتك؟ أيوة سيادتك، نحط أبنها في الدولاب. بتقول عاوزة يتجوزهم بالتناوب. عاوزة تتجوزهم بالتناوب؟ ده هي بقى اللي اعتدت عليه، مش هما اللي اعتدوا عليها. طب ويا ترى المحضر أو الولاد دول حصل معاهم إيه؟ سيادتك طبعا حرم محضر من الواقع، والشباب اتعرضوا على نيابة من سبيلهم، والست دي يعني المفروض إن هي توضع في مستشفى أمراض عقلية أو كل حاجة، ست غير طبيعية بالمرة. لا منها غير طبيعية، فمش محتاجة إن حضرتك تقول يعني. أنا كنت لسه معايا على التليفون دلوقتي وكل حاجة واضحة، مش محتاجة شرح. أنت كان عايزك تتجوزني سيادتك، ما أنا تقول لي عايز أنا مصحى البقاح، العساكر الفلاس كلهم سيادتك كانت عايزة تجيبهم واحد واحد مصحى، معرفش إيه مشكلتها مع الناس بالظبط. يعني من كلام حضرتك كده ان الشباب ما اتحرشوش بيه؟ سيادتك لا الشباب ما تعرفيش بيها، الشباب دول تعتبر ضحية ليها، بس هو الإعلام بقى اللي قالب الصورة وطلعها ضحية، لو إن هما الشباب دول هما اللي ضحية والله العظيم. واحد منهم في مستشفى الأمراض العقلية لغاية دلوقتي، وواحد خبطته عربية موجود في المستشفى بين الحياة والموت، والتلاتة التانيين واحد جاتله حالة صرع، وواحد خايف يطلع من الحجز من ساعتها عم يتحلل عشان يروح، خايف يطلع يتقفل على الأمريز. سيادتك الشباب دول وصلوا لي متدمر، كلهم بيجيبوا حالات نفسية سيادتك من نفسيتي بيا، ده أنا مش عارف سايبانا في الشارع إزاي. يعني بنشكر حضرتك يا فندم وشرفتنا. وإحنا اللي بنشكر حضرتك على الفرصة السعيدة دي. أنا مش عارفة، الإعلام كان مصورها ضحية، وكانت يعني اللي سمعناه في الإعلام واللي قريناه في الجرايد كان حاسين إن إحنا قدام ضحية، لكن واضح دلوقتي إن الصورة مختلفة خالص. وأنا بشكر حضراتكم ونطلع لفاصل. انا عاوزاكم تجيبولي فريق الاعداد هنا قدام، عشان كلهم لازم يتضربوا بالجزم. ايه اللي انتوا جايبينه لنا ده؟ انتوا بتستهبلوا؟ جايبين لنا واحده عبيطه؟ شوفوا الفريق الاعداد فين. هو ايه، انتوا لسه ما طلعتوش من على الهوا؟ اطلع فاصل يا ابني. يا رب يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت تشتركوا معايا في القناه وتشرفوني بتواجدكم معايا في القناه، وتسجل اعجابك بالفيديو وتنشروه عشان اصحابكم يشوفوه. ومتشكرة أوي إن انتوا كملتوا معايا وسمعتوا الفيديو لغاية دلوقتي.